أعلن مدرب منتخب الجزائر الكرواتي فلاديمير بيتكوفيتش قائمة منتخب الجزائر استعدادا لمواجهتي غينيا وأوغندا في تصفيات كأس العالم 2026. وشهدت قائمة الجزائر غياب النجم الجزائري رياض محرز للمرة الثانية على التوالي بعد أن تم استبعاده في وديتي شهر مارس، وهذه تاني مرة يتم فيها استبعاد النجم الجزائري رياض محرز من قبل المدرب الكرواتي بيتكوفيتش. وهذه المرة يتم استبعاد رياض محرز في أهم مباريات المنتخب الجزائري، وهي التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. وجاء رد رياض محرز على هذا القرار: لم أتلقى أي مكالمات من مدرب منتخب الجزائر ولا من الاتحاد الجزائري لكرة القدم، لقد شعرت ببعض الانزعاج في ركبتي، لذلك اخترت الراحة خلال آخر مباراتين في الدوري السعودي حتى أكون جاهزا لهاتين المواجهتين الهامتين في تصفيات كأس العالم 2026. حظا طيبا للمنتخب الجزائري في المباريات القادمة، كان من المهم بالنسبة لي أن أكون حاضرا، لكني أحترم اختيارات المدرب. وهذا هو رد رياض محرز على قرارات المدرب الكرواتي فلاديمير بيتكوفيتش.